بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مهندس إسماعيل السعيد. الحلقة الثالثة برنامج الـ CMS أو الـ Construction Management System. اتكلمنا في أول حلقة عن Introduction وتعريف للبرنامج. تاني حلقة بدأنا نتكلم على إزاي هتبدأ تشتغل على البرنامج، وعرفنا إزاي تدخل الداتا للـ Substructure، وبينا إيه الـ Result اللي هتطلع لك. النهاردة هنكمل في الجزء بتاع حصر الكميات، زي ما قلنا ان احنا خلصنا الجزء الخاص بالسبستراكشر. دلوقتي هنبدأ في السوبر ستراكشر، وهنتطرق في نفس الوقت للجزء اللي كان ناقصنا من السبستراكشر وهو النيك كول. هنبدأ في السوبر ستراكشر بالأعمدة. ده شكل السكرين اللي هتطلع لك في الكونت سيرفينج للأعمدة. هتلاقي الكولونز متقسمة لجزء خاص بالكونكريت والستيل. هتبدأ بالكونكريت وبعدين الستيل. في بعض الداتا محتاج ان انت تدخلها في الاول علشان تسهل على البرنامج حساباته. ايه هي الداتا دي؟ بتدخل له الاكسكيفيشن ليفل، ايه هو ديبث الحفر اللي انت بدأت تشتغل بيه. هو اوريدي هياخده اوتوماتيك من الفاونديشن زي ما شفنا قبل كده. لو تفتكروا هتلاقوه تقريبا، هتلاقوه نفس الرقم بس بالماينس، لانه بتدخله هنا ليفل. بتدخله الجراوند فلور ليفل من الرسم المعماري. هنا عندنا في المخطط بيقول ان هو بلس 45 سنتيمتر، بتدخله طبعا بالمتر. هو هيحسب الافريج توب ليفل للفاونديشن. الجزء ده هيستعمله هو علشان يطلع لك مقاس النيك كولوم مع التاي بيم ديبث. هتدخله كمان الليفل بتاع الفيرست فلور علشان يبدأ يحسب لك أطوال الأعمدة، والليفل بتاع السكند فلور، يعني الليفل بتاع أول دور والليفل بتاع تاني دور. المفترض إن هو هيصبح الفرق ده هيساوي تقريبا كل باقي ليفلات الأعمدة لباقي الأدوار. ده قيم مبدئية بتبدأ تدخلها، بتسهله وبتسهل على نفسك الحسابات. لو الأرقام دي هتتغير من دور لدور، هتبدأ تغير الأرقام دي في الجداول التانية من تحت. الداتا بعد كده اللي انت هتدخلها، هتلاقي هنا البرنامج مقسم لك التيبلز للتايب بتاع الاعمده، بتدخل فيها تايب الاعمده، كل تايب بالاعداد بتاعته زي ما احنا شايفين. وبعدين بيبدا يقسم لك هنا اسماء الادوار. انت عندك الادوار بتاعتك بتبدا تسميها وتحطها هنا، يعني اول واحد ده هتلاقيه خاص بالنيك كولوم، ده عاده مش هيتغير معاك. بعد كده الدور الارضي هتحطه، تكتب جراوند فلور. دور الميزانين، الادوار المتكرره. لو الاعمده متساويه في كل الادوار المتكرره، اذا كانت بنايه صغيره هتحتاج بس كولوم واحد وتكتب عليه تكرار، عدد تكرار الادوار، طالما ان الاعمده متساويه بنفس المقاسات. لو كل مجموعه ادوار بتتساوى فيها الاعمده، افترضنا مثلا ان انت عندك الدور الاول والثاني والثالث نفس المقاسات بتاعتها بنفس التسليح، فبتقول له هنا والله انا عندي هنا الدور الاول والثاني والثالث، دول ثلاث ادوار، فبتقول له عدد ادوارهم ثلاثة مثلا. اوكي. سيد الاعمدة بتاعت الدور الرابع والخامس والسادس والسابع زي بعض، فدول عدد ادوارهم اربعة. مظبوط، اربع ادوارهم. طيب باقي الادوار مثلا من السابع لل15 زي بعض، فهنقول له والله انا هنا من الثامن لل15 زي بعض. كم دور دول؟ 8 ادوار. ايا كان بقى مقاس الاعمده عندك او اشكالها. طيب ده مبدئيا من المخططات بتحدد الارقام ديت. طيب بعد كده بتبدا تدخل التايبس بتاعت الاعمده من شكل الأعمدة اللي عندك حسب الدروينج بتاعك. يعني لو جيت شفت الدروينج هتلاقي هنا بيقول لك ادي اسماء الأعمدة اهي، عندك النيك كولوم، عندك ال C1 و C2 و C3 و C4 وعندك W1 الحوائط دي. بنتكلم هنا على الأعمدة، فهتاخد كل ما هو C1 و C2 و C3 وممكن تاخد الوولز كمان معاك. في عندنا في الـ CMS جزء خاص بالوولز. لو كانت الوولز ديت تسليحها شبه تسليح الأعمدة
خدها مع الكولومز، لقيت تسليحها مختلف او الهوريزونتال ريبارز بتاعتها اكتر من 10 مللي، فهي هتتعامل معاملات الول، فهتبقى تحطها بعد كده في الول. عندنا الولز اللي الرينجز بتاعتها مش اكتر من 10 مللي، فهنستعملها وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. ليه انا بقول الكلام ده؟ بناء على الديزاين بتاعنا بدأنا نحط التايبس بتاعت الأعمدة C1 و2 و3 و4 و W1 و W2، وأدي النيك كولوم. بناء برضو على الأعداد اللي موجودة في الدرون، عندنا في العمود C1 3 و C2 2 C3 3 C4 6 W1 1 W2 1 والنيك كولوم 4. وبعدين تبدأ تدخل المقاسات، العرض في الطول. لو جيت بصيت هنا الاي دي عبارة عن ايه؟ ده سمول لينس. يبقى خلي بالك من انك تدخل في المنطقة دي السمول لينس، يعني العمود عندك 30 في 80، تحط هنا ال 30 وهنا ال 80 بالمتر، 0.3 في 0.8. اوكي، ما تحطش الطويل هنا، لا هنا القصير وهنا الطويل. ليه؟ هو فاهم الارقام دي بناء على ان هنا القصير وهنا الطويل، وبيستخدم الارقام دي في حساباته بعد كده. تمام، مجرد ما هتدخل الارقام هنا هتلاقيها اتنقلت كلها بالكامل لكل الادوار. يعني لو جينا نجرب اهو 0.2 مثلا في 0.6، هتلاقي كل الادوار اتكتب فيها. وبعدين بتحدد الاعداد زي ما اتفقنا. لو الاعداد هتمشي بعد كده متساويه هتلاقيها متساويه معاك. اذا المقاسات متغيره هتدخل على كل واحد بعد كده وتبدا تغير في المقاسات. يعني سي انت عندك والله في الدور الميزانيين عرض العمود مش 30، عرض العمود مثلا 25، هتبدأ تغير بالشكل ده. هنا طول العمود مثلا بدل ما هو متر هيكون مثلا انت عندك 90، وهكذا. هتبدأ تغير في مقاسات الأعمدة بالشكل ده. نفس الحكاية بالنسبة للهايت. هو الهايت هنا هتلاقي هنا في 3 هايتس هو دخلهم لك، 1 2 3، والتالت ده متكرر لكل الأدوار. الأولاني هو حسبها الخاصة بالنيك كولوم، حسبها من الحسبة الأولى اللي اتكلمنا فيها اللي ليها علاقة بليفل الحفر وليفل التاي بيم وليفل القواعد وليفل الجراوند فلور. هو حسبها من نفسه، تقدر تغير فيها لو حبيت. لو كان عندك أعمدة من غير تاي بيم مثلا، أو أعمدة فيها فرق في الليفلات، يعني عندك الجراوند فلور بتاعك الليفل بتاعه مش واحد، في فرق في الليفل، فتقدر تغير فيها من هنا. الليفل التاني حسبه من فرق الليفل اللي بين الجراوند فلور ليفل و الايه الفيرست فلور ليفل. تمام، الليفل التالت واللي هو كرره لباقي الادوار حسبه من فرق الليفل بين الفيرست فلور ليفل والسكند فلور ليفل، وافترض ان هو ده اللي هيتكرر معاه باقي الادوار. إذا الأطوال ديت مختلفة تقدر كمان تغيرها براحتك، أي رقم هنا تقدر تغيره زي ما أنت عايز. تمام، هنلاحظ إن الرقم اللي هو اتغير من فوق بيغير كل اللي تحته، فتبدأ تخلي بالك وتبدأ تحاول تغير من تحت الأول وتشوف إيه اللي هو اللي هيتغير. بس ابدأ من تحت علشان ما تقعدش تغير كل الأرقام كلها مرة تانية. وهكذا هتبدأ تدخل أطوال ومقاس مقاسات الأعمدة وتغير في الأعداد لو كمان الأعداد بتتغير. يعني ممكن C1 يكون في الأدوار الأخيرة قلت، يعني ممكن مش 3، ممكن يبقى 1، فاضل عندك 1 بدأ يشيل من الأعمدة في الأدوار الأخيرة، وهكذا. كل حالة بتشتغل فيها على حدة حسب المشروع بتاعك. في كمان دور للروف، مش دي بس الخانات، في عندك خانات تانية تحت. إذا محتاج خانات أكتر من كده بتنزل تحت بتلاقي خانات تانية تكمل فيها عادي، وتحط الأدوار بتاعتك حسب لحد ما تخلص، وهكذا. طيب ندخل الستيل حديد التسليح إزاي؟ بنروح على ستيل. لما ننزل على الستيل أول هنبص نلاقي هنا على كمية، حسب لك كمية الخرسانة الخاصة بالأعمدة كلها بالكامل، أعمدة النيك كولوم وأعمدة المبنى كله. طيب عايزين ندخل الحديد، هننزل هنا نلاقي جدول نزل فيه اوتوماتيك كل مقاسات أنواع الأعمدة بأعدادها لكل دور. كل دور دلوقتي بقى ليه جدول منفصل.
تمام. احنا معانا على فكرة لحد 142 نوع عمود، لكل ال 142 نوع عمود دول موجودين في جدول ليهم، فبالتالي كل دور هينزل فيه، او كل مجموعة ادوار، خلينا نكون ادق ونقول كل مجموعة ادوار هينزل فيه الاعمدة الخاصة بيها بمقاساتها باعدادها. طيب هتلاقي اول حاجة في التسليح، لو بصيت هتلاقي في كل جدول انواع التسليح اهو اللي اتكلمنا فيه قبل كده. التسليح الرئيسي لو من 12 مللي لحد 40 مللي، تسليح الأعمدة الرئيسي من 12 مللي لحد 40 مللي. كل اللي هتعمله ان انت بتيجي في الجدول الاولاني الخاص بالنيك كولوم بتدخله فيه نوع حديد التسليح بتاعك، يعني كل عمود تسليحه كام. قدام سي 1 بتشوف على الدروينج، قال لك والله في الجراوند فلور انا عندي 16 فاي 20، يعني عندي 16 سيخ 20 مللي. بتروح تحت ال 20 مللي وتكتب 16. سي 2 هتلاقيه بيقول لك كل ده في الجراوند فلور، اللي هو بالتالي هيكون النيك كولوم زي الجراوند فلور، النيك كولوم زي الجراوند فلور. فتقدر تدخل الداتا دي في النيك كولوم، انت مجرد ما تدخلها في النيك كولوم هتتنقل لكل الادوار، وبعد كده تبدأ تغير اللي بيتغير اللي انت محتاج تغيره. بس هو بينقلك لكل الادوار كتسهيل. سي 2 هتلاقيه ان هم 20 فاي 20، هتحط تحت ال 20. سي 3 20 فاي 20، هتحط برضو 20 تحت ال 20 مللي. سي 4 طالع عندك 20 فاي 20، برضو هتحط تحت ال 20، 20 ال 20 مللي هتحط تحتها 20. طيب الوول 1 طالع عندك 38 فاي 25، تيجي تحت ال 25 تحط 38 بالشكل ده. السي 2 نفس الحكاية، الدبليو 2 نفس الحكاية، 26 سيخ 20 مللي. النيك كولوم لو بصيت معانا هتلاقيها ان هي 12 مللي 6 سيخ، وهكذا. تشوف الدور اللي بعده او مجموعة الادوار اللي بعدها، احنا اتفقنا ان انت بتحدد الادوار اللي هتجمعهم مع بعض يكونوا متشابهين في المقاسات الاعمدة وفي تسليحها. هتلاقي هنا بيقول لك والله الدور الاول والتاني والتالت مقاساتهم كذا. انت لو رحت على الجدول بتاعك هتلاقي ان هو دخل لك اوريدي الدور الاول والتاني والتالت. تروح للدور الاول والتاني والتالت منين؟ هتلاقيهم موجودين هنا اهو، التسليح بتاعهم تدخله حسب جدول التسليح بنفس الطريقة، وهكذا لحد ما تخلص كل الأعمدة. لما تخلص تماما انك تدخل كل الأعمدة كميات خرسانة او مقاسات خرسانة والتسليح زي ما شفنا، هتلاقي انه هيطلع لك في الاخر كمية الخرسانة المسلحة، كمية التسليح بالكامل. بس قبل ما هيطلع لك بالكامل هيطلع لك تسليح لكل ديامتر طالع معاك كام. طيب اطوال الحديد، احنا دخلنا تسليح الاعمدة حسب، دخلنا تسليح الاعمدة حسب الجداول. طب بس ما دخلناش الاطوال، الأطوال زي ما اتفقنا هو بيحسبها بناء على ارتفاع الدور، هو بيحسبها باي ديفولت بناء على ارتفاع الدور، وبيزود عليها الإشارة أو الأوفرلاب اللي بيحتاجه. إذا الطول ده أنت حسبت ولقيته مناسب معاك خليه زي ما هو، احتجت تغيره لأي سبب تقدر تغيره بسهولة، بس هو باي ديفولت هو بيحسبه. محتاج تغيره ويفضل ان انت ما تغيروش، لان حتى لو في فرق عن المقاس اللي انت محتاجه بالملي مش هيأثر قوي في الاعمدة، لان الاعمدة عادة بيكون فيها اوفرلاب كتير، بيكون فيها هوالك كتير، تبقى الفروقات في الاخر بسيطة، مش محتاج ان انت تعيد حسابات تاني. لكن ده ميمنعش ان انت تقدر تتأكد تاني من الحسابات لو الكميات، لو الاطوال اللي عندك انت محتاج انها تكون غير كده، دي تقدر تغيرها لو الاطوال اللي عندك انت محتاج انها تكون غير كده، لو انت عندك مواصفات خاصة ومحتاج تغيرها. نيجي بعد كده للرينجز. الرنجات هو بيحسبها يا اما 8 مللي يا اما 10 مللي. لو كان الرنج عندك 8 مللي بتحط فوق ال 8 مللي رقم واحد، فبيفعل الارقام اللي بيحسبها لل 8 مللي. الارقام دي هو بيحسبها لوحده، بيحسب فيها الاطوال بتاعت، بيفترض هو مقاس العمود فبالتالي بيحسب بيها مقاس الرنجات، وبناء على مقاس العمود ده بيطلع منه كمان فبيطلع منه مقاس الرنجات ومقاس
اللينكس الإضافية اللي بتكون جوه الرنجات اللي هي دي اللي احنا بنسميها العيون. فلو كان 8 مللي بتقول بتحطه فوق ال8 مللي 1، لو كان 10 مللي بنحط فوق ال10 مللي 1 ونشيل ال8 مللي. ناخد بالنا لو حطينا هنا الواحد، هنا تسليح ال10 مللي اللي فوق منه فاضي، مجرد ما نحط فوق منه واحد ونشيل الواحد من ال8 مللي هتلاقي ال10 مللي زاد بالكمية دي. فبالتالي لما بتخلص انت الكلام ده لكل الادوار بنفس الطريقة، هيطلع لك في الاخر حساب لكميات خرسانة الاعمدة بالكامل، كميات حديد الاعمدة بالكامل، وديامتر وكميات الحديد لكل ديامتر. دي طريقة حساب كميات الأعمدة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش محتاج تعمل حاجة غير إنك تدخل الأعداد ومقاسات الأعمدة والتسليح بطريقة مبسطة زي ما اتفقنا. هو في عنده حاجات كتيرة بيحسبها باي ديفولت، حبيت أنت تغيرها تقدر تغيرها. نتنقل بعد كده ل إذا عندك وولز، إذا كانت في رنجات عندك أكتر من 10 مللي، 12 مللي، أو 14 أو 16 أو whatever. في الحالة دي أنت ما بقاش عمود، هو أصبح وول. فعندك حل من الاتنين، يا إما تعوض ال10 مللي، تعوض الرنج ال12 مللي برنج 10 مللي، بحيث إن أنت فرق المساحة أو نسبة المساحة تزوده في عدد الرنجات بالمتر، فهيطلع لك نفس كمية الحديد بالطن، وبالتالي نفس سعر الحديد اللي هيبدأ يحسب بيه الكوست استيميشن، او ان انت تتنقل للوولز ما تكملش في الاعمدة وتتنقل فين للوولز. منين تروح للوولز؟ من هنا. كل اللي انت هتعمله في الوولز ان انت هتحط التايب بتاع الوول، عدد الوولز اللي هي بنفس التايب، مقاس الوول اللي هو اللينس والهايت بتاعك والثيكنس بتاع الوول، تمام. يعني لو خدنا من الشكل ده، لو حبينا نفترض ان العمود ده هو الوول اللي هنشتغل بيه، هتحط مقاسه. فلو جينا مثلا نبص على، ناخد مثال مثلا ان W1 كأنها هتبقى وول، وتسليحها الرنج بتاعتها الرنجات بدل ما هي 8 مللي كأنها 12 مللي، كأنها 12 مللي. ندخل اول ابعاد ال W1. W1 ده عبارة عن، هنقول ان دي اسمها W1 متكررة مرة واحدة، طولها 2 متر 60، في ارتفاعها 3 متر، في سمكها 25 سنتر. نبص على التسليح بتاعها نلاقيه بيقول ده 38 سيخ، فاي 25، 38 يعني اللير دي واللير دي 38، يعني اللير الواحدة 19، 19 في ال2 متر 60، يعني المتر فيه كام؟ فيه تقريبا 7.5 سيخ، فاي كام؟ 7.5 سيخ، فاي كام؟ فاي 25. اهو ده في البوتوم. طب في التوب نفس الموضوع، 7.5 فاي 25، فاي كام؟ فاي 25. ده كأنه في البوتوم. طيب في التوب كام؟ نفس الحكاية، 7.5 فاي 25. هو بيكتبها 8 لكن هو بيحسبها 7.5، هو بيقرب لإيه؟ أقرب علامة 20. طيب في الاتجاه القصير بقى اللي هي الايه؟ الرنج. لو كانت الرنج عندنا 12 مللي لكل 20 سنتي، يعني 5 فاي 12، اهي بكل بساطة هنقول له هنا 5 فاي 12، كأننا بنقول له تحت 5 فاي 12 فوق، فاتحسبت بالشكل ده. طلع لك ايه؟ هيطلع لك كميات الخرسانة لما ننزل تحت هنشوفها
كميات الخرسانة، كميات الشطر، تسليح لكل ديامتر، والتسليح الإجمالي. ده فين؟ في الوولز. هتلاقوا في السكرين بتاعة الوولز كذا حاجة تتعامل أو بتتعامل بنفس معاملة الوولز. هي عبارة عن في ايه تاني في الوولز في المثال بتاعنا؟ هنلاقي الكور وول. الكور وول اهو هيتعامل بنفس الطريقة كأنه وول واحدة، او عادي لو حتى بتحسب كأن الواحدة بتحسب عايز تحطها كأنها أربعة، تحط كل واحدة لوحدها لو كانت مختلفة في التسليح. لو التسليح واحد بتاخد المحيط كله ده وتحط هو ده الايه اللينس في الهايت. اللينس ده لما اتحسب مع بعض طلع 12 متر، الهايت بتاعنا كان 3، والسمك كان 25 سنتي، والسمك كان 20 سنتي، ولقينا ان الوول ديت نفس الثيكنس بتاعها ونفس مقاساتها ونفس التسليح متكررة في 18 دور، فحطينا له هنا متكررة 18 مرة. ده اللي هو كان W1 متكررة 18 مرة. لو كان عندك كل 3 4 أدوار ليهم ثيكنس مختلف أو دامتر مختلف، بتبدأ تغير، تقول ال W1 ديت في الجراوند والفيرست مثلا، ال W1 للدور الأول والتاني والتالت، W3 أو W سوري أو W1 للدور السادس والسابع والثامن، وهكذا. كل واحد بتدخل الثيكنس بتاعه وتحط طبعا عدد الادوار بتاعك هنا، تمام. نفس الحكايه دي بتتعمل لكل وول، بتدخل المقاسات زي ما شفنا وبتدخل التسليح بنفس الطريقه. افترض ان انت كان عندك مثلا في حاجه زي دي ان التسليح بتاعك كله زي بعضه وبيجي على الكورنرز هنا وايه ويغير في التسليح، بتشيل الجزء المختلف كمقاس. يعني والله انت طالع عندك ان الاربع اركان دول التسليح بتاعهم مختلف عن باقي الوول. لما بتحسب طول الوول بتشيل منه الاربع اركان دول، يعني لو كل ركن من ده 20 سنتي، يعني بتشيل في الاخر يعني دي 20 ودي 20 ودي 30 ودي 20 ودي مثلا 40، فبيطلع لك في الاخر تقريبا بتشيل من اللينس بتاعك او من طول الوول 1.20 متر او 1.30 متر حسب المقاسات من الطول. يعني لو كان 12 متر لا دخله بس مثلا ايه، لو كان 12 متر دخله بس 10.8 والباقي احسبها لوحدها. هتقول W، هتقول هتسميها اي اسم تاني، مثلا W1 اكسترا او اكستنشن، عبارة عن عدد الأدوار برضو أو عدد تكرارها، وتحط له المقاس بتاعك اللي كان باقي عندك 1.2 متر في نفس الارتفاع 3 متر في السمك بتاعها 20 سنتي، وتبدأ تحط التسليح بتاعها تحسبه بالمتر وتدخله تاني هنا في التسليح، وهكذا. هي دي طريقة إدخال الوولز. هنلاقي في نفس السكرين بتاعة الوولز حاجات elements تانية مشابهة للوولز وبتدخل بنفس الطريقة. يعني لو عندك بارابيت هتدخله بنفس الأسلوب، لو في عندك بتعمل مسجد وليه منارة، أي كور وول أي منشأ شبه الكور وول بتدخله بنفس الطريقة، كله بنفس الطريقة مفيش أي اختلاف. لو عندك تنكات هتدخلها برضو بنفس الطريقة، لكل حائط مع الأرضية بتاعته مع السقف بتاعه كله هيخش في نفس المكان هنا، مجرد بس ان انت تغير التسميات وتدخل المقاسات بنفس الطريقة اللي اتكلمنا فيها. لو عندك دوم كمان تقدر تدخل مقاساتها بنفس الطريقة، عبارة الدوم هتعتبرها كأنها وول أفقية أو ليها شكل بومبيه، مقاسها بتحسبها زي ما كنا حسبنا الفاونديشن اللي هي أشكالها نوت أوردر، يعني شكلها غير منتظم، وبتحسب المساحة انت بنفسك وبتبدأ تدخل طول في العرض افتراضي زي ما بتحسب زي ما حسبنا، بس في الاخر بيدي لك نفس المساحة وتدخل التسليح بنفس الطريقة.
تمام. ده كان الوولز والكولومز ازاي تدخلهم وتتعامل فيهم مع ال CMS. الارقام دي كلها هتتنقل لكل الاسبكت بتاعت المشروع من خلال ال CMS، هيحولها لك زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده، هيحولها لك لكل حاجة خاصة، هيحولها لك البرايسنج عشان تتسعر، والبي او كيو علشان يبان لك سعرها كام في البي او كيو، هيبقى هيحولها لك الماتيريال علشان تشتري الماتيريال دي وتعرف ايه الماتيريالز بتاعتك، هينزلها لك في التايم سكيدول، وهيشتغل لك اللي عليها المانجمنت، وهيعمل لك عليها كمان بعد كده كوست كنترول خلال فترة الاكسكيوشن. طيب خلصنا الفيرتيكال اليمنتس اللي هي الوول والكولوم، نبدأ دلوقتي نتكلم على الهوريزونتال اليمنت. الهوريزونتال اليمنتس عندنا عبارة عن ثلاث انواع. ايه هم الثلاث انواع؟ البيمز، الريبس، السلابات. هو ده الكونكريت هوريزونتال اليمنتس عندنا. زي ما قلنا ان السي ام اس بيحلل شكل المنشأ لثلاث كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولانية هي شكل المبنى لحد دور الميزانين او نهاية البوديوم، يعني هي الادوار الاولى او الادوار الخاصة بالباركينج والبوديوم او الميزانين، ده كاتيجوري واحد. الكاتيجوري التاني اللي احنا هنا بنعرفه هنا الاليمنتس تل ميزانين. الكاتيجوري التاني اللي هو كل الادوار المتكررة اللي هي التيبيكال فلورز. الكاتيجوري التالت اللي هو الروف فلورز. عادة بيكون كل واحدة من دي او كل مجموعة من دي شبه بعض ومختلفة عن الكاتيجوري التاني، يعني هتلاقي ان كل سلابات البوديوم او كل بيمات البوديوم تقريبا شبه بعض، كل سلابات التيبيكال فلور وبيمات التيبيكال فلور تقريبا شبه بعض. الروف بيكون ليه شكل طبعا منفصل لانه بيكون مقاس مختلف تماما عن الدور المتكرر. ده باي ديفولت بيعمله ال CMS. اذا انت عندك تفاصيل تانية تقدر تغير فيها بسهولة جوه كل كاتيجوري. طيب هنشوف ازاي. اول حاجة هنبدأ فيها الشغل بتاعنا لحد الدور الميزانين. لما نفتح في اول واحدة اللي هي البيمز، اول حاجة هنلاحظها هنا ان شكل البيمز او شكل التيبل بتاع البيم زي بالظبط التاي بيم اللي اشتغلناه فين في السبستراكشر. هنلاحظ هنا ان هو بيقول لك العدد الادوار بتاعتك دورين. ليه دورين؟ يعني ليه في دورين شبه بعض؟ هيقول لك ما هو عندك كان عندك السلابة بتاعت الدور الارضي وسلابة الميزانين، ممكن يكونوا الاتنين شبه بعض. هو افترض كده مبدئيا. اذا عندك رأي تاني غير، قول له لا والله ده انا هي سلابة واحدة بس والتانية مش شبهها. ليه؟ لاحظنا ان الكميات عندنا هتتغير. تمام. طيب هنفترض ان هما الاتنين شبه بعض، فانت هتدخل المقاسات دلوقتي او هتدخل الداتا لسلابة واحدة وهو في الاخر هيحسبها لك للاتنين. ليه؟ لان انت عندك كاتب له هنا اتنين. لو عندك كلام تاني غير كده هنغير وهنعرف لما تغير هنعمل ايه. تمام. هتدخل دلوقتي مقاسات البيم اللي على الدروينج زي ما دخلنا الايه التاي بيمز بتاعت السبستراكشر. لو رحت على اي سلابه زي هنا بيقول لك مثلا سلابه الجراوند والفيرست، هتدخله مقاس البيم برضو من السنتر للسنتر بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها التاي بيم، من السنتر للسنتر تدخل المقاسات، دخل مقاس البيم من التيبل بتاع البيمات 20 في 60، مثلا بي بي 1 هنا 20 في 60 اللي بنتكلم فيه متكرر مرة واحدة. ليه بنكتب هنا ريبيتيشن؟ انت ممكن يبقى عندك مثلا 50 بيم مثلا ليهم نفس المقاس، فممكن تكتب 50 المقاس مرة واحدة هنا وتكتب ريبيتيشن 50 مرة. تمام. دي ملهاش علاقة بعدد الأدوار، احنا لسه جوه ايه الدور الواحد. تمام. يبقى عرفته نوع البيم، الريبيتيشن بتاعها باي ديفولت بيكون واحد، الا اذا انت حبيت تغير لتسهيل على نفسك وانت بتحسب الويث والديبث بتاع البيم، وبعدين مقاس كل بيم من سنتر لسنتر. اذا انت جمعتهم بره او عايز تاخدهم كلهم لاين واحد، لو انت عندك الشكل السلابه زي ما احنا عندنا هنا مثلا، الاتنين دول مع بعض ممكن تاخدهم مقاس واحد وتحطه، الاتنين دول مع بعض تاخدهم مقاس واحد وتحطه مرة واحدة براحتك. تمام. المهم عدد الأطوال، الأطوال بالكامل مجموعهم يبقى مظبوط. تمام. هتدخل كمان التسليح زي ما شفنا قبل كده في التايبين،
برضو حديد البوتوم عندك ستريت وميد سبان، التوب عندك ستريت والاكسترا بنفس الطريقة، تحدد له هنا كمان البوتوم الايه بتاعك هو عبارة عن ايه. لو شفناها هنا هنلاقيه 2 فاي 16، الميد سبان بتاعك 1 فاي 16، الستريت التوب بتاع الاساسي 2 فاي 16، التوب الاكسترا 2 فاي 16، تمام. وعرفنا برضو قبل كده الاطوال دي بنتغيرها ازاي اذا حبيت تغيرها. السايد بار نفس الموضوع، والرنجات، الرنجات عندنا هنا برضو فاي 8 كل 20 سنتي، فانت بتقول له انا عندي الرنج بتاعي 8 ملي وهما بس 2 ليجز لو كانت 2 ليجز و5 فاي 16، بيبدأ يحسب لك وهتلاقي ان الارقام بتتغير بناء على كده. وهكذا بتبدأ تدخل كل نوع بيمز بالكامل اطوال وهو بيحسبها لك. زي ما برضو قلنا قبل كده مش شرط اذا الكمية الخانات دي كلها مكفتش لتايب معين تقدر تنقل في الجداول اللي بعدها وتكمل شغلك عادي خالص. هو بيجمع وبيحسب وبيحلل بيم واحد لوحدها فين، وبيم اتنين لوحدها فين، وبي تلاتة لوحدها فين، وبيجمعهم مع بعض وبيشتغل بسهولة جدا. لما بتخلص خالص بتلاقي ان كل تايب بيطلع لك فيه الاريا، الشطر الاريا بتاعتك اللي انت هتحتاجها، السيرفس بتاعك، الكمية، مجموع الاطوال، كمية الخرسانة، كمية الحديد، وكمان نسبة الحديد للخرسانة، كأنك بس بتتأكد أو indication إن أنت شغلك منطقي. يعني أنت متعود إن كمية الحديد الخرسانة 120، 130، 150، 100 كيلو، في الرينج ده بتبقى عارف والله إن بمات عادة من 100 ل 150، فمناسبة 128 دي أوكي يبقى الشغل أوكي. لقيت حاجة أقل من كده قوي تعرف إن ممكن محتاج تراجع حاجة، ناسي حاجة بتاع، فبتبدأ ايه تراجع حساباتك بس لمجرد ده كإنديكيشن ومراجعة سريعة وانت بتشتغل. ده كان للبيم. اللي حاصل في البيم بتاع الأدوار لحد الميزانين هو بالظبط اللي هيحصل في أدوار التيبيكال. يعني لو جينا نشوف هنا تيبيكال بيم نفس الموضوع، بس الفرق ان هو حط لك هنا ايه 15، اوكي. فبالتالي كل حاجة انت حسبتها هنا ضربها هو في 15 وادالك الكمية النهائية، اوكي. طب لو كان التيبيكال ده مش زي بعض، يعني اول 3 ادوار بشكل، الدور اللي بعده بشكل تاني، بيمات مختلفة، المقاسات مش واحدة، هتعمل ايه في الحالة دي؟ انت هتقول له ان عدد الادوار بتاعتك مش 15، هتقول له عدد الادوار بتاعتك 1، عدد الادوار بتاعتك 1، وتبدأ انت هنا جوه الجداول دي تحدد والله انا عندي دلوقتي شغال في بيم في بيم واحد بس اللي خاصة بالدور الاول او الاول والتاني، فتقوم عامل ساعتها الريبيتيشن بتاعك. لو انت عندك اول وتاني تبقى الريبيتيشن بتاعك هنا 2 مثلا، فايه هيغير لك مقاسات الخرسانة والحديد، تمام. تيجي والله هنا تقول انا هنا راح اشتغل دلوقتي في بيم في بي 2 بس الايه بي 2 لنفس الادوار بتاعتك اللي هي الاول والتاني، الاول والتاني مثلا. فخلاص يبقى انت كل حاجه هتبدا تغير فيها او هتاخد كل مجموعه ادوار لوحدها بتعمل الريبيتيشن بتاعك هنا، وتخلي الريبيتيشن الاساسي بتاعك بتاع الادوار بدل ما هو عدد الادوار بتاعت التيبيكال هتخليها ايه 1 بس، وتبدا انت توزع الادوار من هنا. برضو عندك تقريبا عندك لحد 150 جدول هتبدأ توزع فيهم كل أنواع البيمات، تمام. نفس الحكاية هتعملها فين للروف، مفيش أي فرق. الروف هو اوريدي بيكون دور واحد بتحدد فيه برضو البيمات بتاعتك مقاساتها وشكل التسليح بتاعك. ده بالنسبة للبيمز. طيب دلوقتي نعمل السلابات. تاني حاجة في الهوريزونتال اليمنتس السلابات. نوع مهم من انواع السلابات اللي هو الريبس، السلابات الهوردي. عادة كلنا بنقلق من الهوردي، بيبقى حساباته صعبة وفي بلوكات وفي مش عارف ايه، يعني في شوية حسابات كتير كده. السي ام اس سهل لك الموضوع ده خالص، مجرد بس ان انت ما هتدخله السلابة بتاعتك ديت
كام في كام بتبدأ كام في كام اللي هي ال في واي. ال اللي هو طول، الطول بتاع الرب، يعني لو عندك سلابة بالشكل ده فعايز ادخل طول في عرض. الطول مش المقاس الطويل، لا الطول هو طول بتاع الرب. سي ان انت عندك السلابة هنا 7.5 في 8.90 مثلا، فيبقى دي هي 7.5 ودي الدبليو اللي هي 8.90 متر. اوكي، الرب مقاسها اللي هي R1 مقاسها 16/20، يعني من فوق 16 سنتي ومن تحت 20 سنتي، والثيكنس بتاعها 25 سنتي. يعني الكلام ده نعرفه ازاي للبرنامج؟ هنقول له والله طالما ان الرب مقاسها مش منتظم، 16 من فوق و20 من تحت، يعني المتوسط بتاعها كام؟ 18 اللي هي الويدث، في الدبث بتاعها 25 سنتي. طبعا بتدخل بالمتر 0.18 و0.25. تمام، دي نوعها ايه او التاب بتاعها ايه؟ R1. طب الريبيتيشن هنا كام عندنا؟ والله احنا هنا بنتكلم زي ما قلنا قبل كده في البيمات، ريبيتيشن مرة واحدة، وهو بيحسب ريبيتيشن بعدد الأدوار حسب الكاتيجوري اللي انت شغال فيه. عندك هنا قال لك 2، لو حبيت تغير برضو بتغير بنفس الطريقة وتعمل الريبيتيشن هنا بدل ما هي هنا. فأدي مقاس الرب بكل بساطة، مجرد ان انت دخلت له الطول والعرض، حسب لك انت عايز كام رب، حسب لك السوليد بارت بتاعك في الاتجاه الموازي للرب وفي الاتجاه العمودي على الرب، وحسب لك كمان عدد البلوك، عدد بلوكات الهوردي اللي انت محتاجها. الكلام ده حسبه بناء على ايه؟ خلينا برضه نعرف عشان نبقى فاهمين البرنامج ماشي ازاي. الاول انت بتقول له، بتدخل له شوية داتا هنا بتعرفه بيها مقاس البلوك اللي بتشتغل بيه عشان يحسب لك عدده، وبتأكد عليه ان انت شغال ببلوك مش مثلا بفوم ستريبس مثلا. عادة اوقات بدل ما بنحط بلوك اسمنتي ممكن نحطه بولسترين، بدل ما هو بدل ما نحط اللي هو الفوم بدل ما نحط بلوك. فوالله انت بتقول له انا هنا انا بحط بلوك، تقدر تختار الموضوع ده من هنا. لو جيت شيكت هنا هتلاقي يا اما بيقول لك تختار بولسترين ولا بلوك، هتقول له انا بحط بلوك. تمام، طيب مقاس البلوكه دي ايه؟ لو جيت توقف هنا هتلاقي بيقول لك ايه ده الهوردي بلوك ويث، هتدخل هنا عرض البلوك هي 0.2 اللي هي 20 سنتي. طيب هنا بيقول لك لينس البلوك، طول البلوك كام؟ عادة البلوك الهوردي بتشوف مقاسه لو كان 40 سنتي او 38 او 36، فده عرض البلوك اللي هو متماشي او اللي بيكون جنب عرض الرب ال20. مش احنا قلنا ان الرب مقاسها من 16 لـ20، يعني من تحت 20 ومن فوق 16. طالما ان الرب مقاس شكلها معين فبتكون كمان البلوك شكلها معين، يعني هتلاقي البلوك من تحت 36 ومن فوق 40. تمام، فال36 جاية مع ال20 وال40 جاية مع ال16. فبالتالي لو انت قلت له ان عرض الرب بتاعي ده، دي عرض الرب 20، يبقى البلوك بتاعك 36. فكده احنا دخلنا له عرض بلوك، طول البلوك، عرض الرب، وكمان هندخله لو كان عندنا ستيفنر، اذا كان عندنا ستيفنر زي ده موجود اللي هو ده. اذا عندك ستيفنر بتقول له والله انا عندي ستيفنر هنا 20 سنتي عشان يشيله من حسابات البلوك ويعتبره خرسانة. فانت مجرد ما دخلت المقاسات دي هو قدر يحسب لك ايه؟ عدد البلوك. هتلاقي هنا مكتوب 20 و25 و30. ايه دول؟ دول عادة بيكون ارتفاع البلوك، بس ارتفاع البلوك ده بيكون مرتبط بايه؟ بارتفاع الرب. يعني لو كنت انت قلت له هنا ارتفاع الرب بتاعي 30 سنتي بدل 25، هتلاقي عدد البلوك ده مباشرة راح على فين؟ على ابو 30 مش على 25. لو جيت قلت له هنا لا ده انا ارتفاع الرب بتاعتي 20 سنتي، هتلاقي حسب لك عدد البلوكات بتاعتك ان هي 20 سنتي. ليه بيحسب كده؟ علشان تعرف انت كمية البلوك ونوع البلوك اللي انت ايه هتشتري، لانه في الاخر هيدي لك لستة بالماتيريال ومن ضمنها الهاردي بلوك ومقاسه.
الهوردي بس موجود هنا 20 و25 و30 سنتي، وده هو الانواع المعروفة وبنشتغل بيها. طب اذا انت جيت قلت له والله لا ده انا عندي بوليسترين، اشتغل بوليسترين، فراح اسيب لك البوليسترين بالمتر الطولي. لما تقول له بوليسترين يبقى ده بالمتر الطولي على طول. لو انت بتشتري بوليسترين قطع زي البلوك، بتحسب عدد القطع حسب مقاس القطعة الواحدة اللي انت بتشتريها، ودي تقدر تحسبها لوحدها. بس عموما هنا بيحسب لك المقاس عن طريق الايه، البوليسترين، عن طريق اللينير ميتر. عندنا كام تيبل خاص بكده؟ عندنا 50 تيبل، وكل تيبل فيه كل الكمية دي. بتدخل مجرد بس بتدخل الطول في عرض الايه، السلابة، حسب لك ايه، طلع لك ايه الكميات اللي طلعها لك، طلع لك الاطوال، طول الربات بالكامل، كمية الخرسانة بالكامل، عدد البلوكات اللي ايه اللي احتاجتها. طيب بقي لك دلوقتي يحسب لك حديد التسليح. حديد التسليح بيحسبها زي ما بيحسب حسب اي بيم، بتدخل له برضو البوتوم في الاتجاه البوتوم الرئيسي، وحسب الجدول بتاعك هتلاقي ان انت عندك 2 فاي 16 اهو، والتوب رئيسي 2 فاي 14 تمام. والرينجز بتاعتك عبارة عن 8 ملي كل 20 سنتي، يعني 5 فاي 8. طيب وكم كام ليج لازم تحط له الليجز بتاعتك، اللي هم عدد الرجول 2. حسب لك كمية الحديد بالكامل اهي، وحسب لك نسبة الحديد الموجودة عندك، وطلعهم لك هنا بالكامل. زي ما قلنا عندنا كام تيبل خاص بالوان واي ريب، عندنا 50. طيب لو عندنا تو واي ريب، يعني السلابة فيها مش ريب في اتجاه واحد، لا ريب في الاتجاهين، عندنا كمان هنا، نفترض مثلا ان احنا عندنا كمان ريب في الاتجاه ده، كل اللي هنعمله هنروح على تو واي ريبس، تو واي ريب سلاب، ونقول له انا عندي R1 وR2، فهدخل له طول السلابة اللي موازي ل R1، هنقول برضه ان هي 7.5، وعرض السلابة او طول السلابة الموازي ل R2. اذا كان R1 و R2 بنفس المقاس دخلهم، R1 اهي مقاسها اهي 18 في 25، R2 18 في 25، عادة هيطلعوا نفس المقاس، وبيبقى الفرق تقريبا في التسليح، لان يعني ممكن العرض يختلف، لو العرض زاد تزود غير العرض. يعني سي ان افترضنا مثلا العرض هنا 22 سنتي مثلا، اوكي، وده شيء يعني مش وارد، لان عادة بيكون طول الربس نفس المقاس، هتختلف بس في التسليح. حسب لك برضو بنفس الطريقة، حسب لك عدد الرب الاولانية ال R1، عدد الرب لل R2، السوليد بارت في الاتجاهين، الهوردي بلوك كوانتيتي حسبها لك، وبرضو بنفس الطريقة اللي دخلنا بيها الداتا في الوان واي، بندخله برضو مقاس البلوكات. لو طبعا هنا مش هيكون في سوليد بار، لا هيكون عندك بس مقاس البلوكات، وعرض الرب الاولى وعرض الرب التاني، لان احنا قلنا له ان ارتفاع الرب 25 سنتي، فراح حسب لنا ان كمية البلوك دي خاصة بالبلوكات ال 25 سنتي، وهكذا. اي انواع، اي نوع سلابات فيها ريبس هتشتغلها بنفس الطريقة، ايا كانت وان واي او تو واي. نفس الموضوع ده هيتعمل لو في التيبيكال فلورز، تيبيكال ريبس نفس الطريقة. لو كانت عندك كل السلابات بتاعة ال15 دور نفس التصميم ونفس التسليح ونفس كل حاجة، خلي ال15 زي ما هي، وابدأ حط الريبات بتاعتك هنا. كل جدول لنوع ريب واحد، ما ينفعش يبقى عندك نوعين ريب وتحطهم في جدول واحد. التسليح هنا معمول لريب واحدة، والكميات اللي هنا معمولة لريب واحدة. النوع الريب التاني بتحطه في جدول تاني، عندك لحد 50 جدول. لو الأدوار مختلفة زي ما قلنا، بنكتب هنا واحد وبتيجي على الريبيتيشن تحط عدد الأدوار بتاع اللي هي اللي شبه بعض، تمام، عدد الأدوار اللي شبه، ويكتب هنا الادوار اللي هي اللي شبه بعض دي هي عبارة عن ايه علشان ما تنساهاش، تمام. ونفس الموضوع بنعمله لايه، للروف بنفس الطريقة، وان واي وتو واي.
طيب ده نوع مهم من السلابات، عادة بتبقى حساباته صعبة ومزعجة. الـ CMS بيسهلها لك جدا زي ما انت شفت، بينقل لك كمان كل الـ informations اللي طلعت من السلابات، بينقلها لك على كل الـ aspect بتاعة المشروع. طيب النوع الثالث حاليا من السلابات هو النوع او الانواع الشائعة اللي هي السلابات العادية، ايا كانت solid slab او فلات سلاب او وافل سلاب وات ايفر. دي عبارة عن بيمات وسلابات. البيمات بتتحسب مع البيمات، والسلابات بنحسبها هنا. بنحسبها ازاي السلابات؟ كأنها بالظبط كأنها بنفس الطريقة اللي حسبنا بيها الرافت لو تفتكروا. السلاب عبارة عن ايه؟ كأنها بالظبط حاجة شبه الرافت بس متعلقة في السقف، ليها عدد، ليها طول، ليها عرض، ليها ثيكنس، وليها تسليح سفلي في اللونج سبان وتسليح سفلي في الشورت سبان وتسليح علوي لونج سبان وتسليح علوي شورت سبان. وهتدخل الداتا دي بسهولة جدا من على دروينج، تطلع المقاس بتاع السلابة بالكامل ايا كانت. لو السلابات دي كانت متقسمة تقسيمات صغيرة، لو كانت مثلا زي السوليد سلاب بتاخد كل جزء طول في عرض قد ايه وتحطه، لو كانت المساحة واحدة بالشكل ده وفيها فراغات تقدر تشوف المساحة طول في عرض بالكامل وتشيل الفراغات. يعني لو افترضنا مثلا ان انت عندك 22 متر في 15، ده مساحة، ده طول وعرض السلابة. او كان شكلها مش منتظم زي اللي قدامنا دي، بتحسب الاريا بالكامل وتاخد برضو المقاس الشائع عندك اللي هو العرض ده وتثبته وليكن 15، وتشوف المساحة كام وتقسمها على 15 وتديلك الايه الطول، وبتحط الثيكنس، وبعدين تحط التسليح بتاعك. التسليح بتاعك هنا عبارة عن ايه؟ الرئيسي هتلاقيه هي عبارة عن مش فاي 12 كل 15 سم، يعني تقريبا 7 فاي 12 توب وبوتوم. فبتحط 7 فاي 12 توب وبوتوم. طيب بتلاقي عندك تاني حديد اضافي. فاكرين كنا عاملين ايه في الرافت؟ هنعملها بنفس الطريقة. الحديد الاضافي ده كأنها سلابة لوحدها بس الثيكنس بتاعها كام؟ صفر. فبتدخل الحديد الإضافي، بتشوف الطول ده كام، وليكن مثلا تقريبا 7 متر في 5 متر، اهي 7 في 5، والثيكنس بتاعه صفر، ونقول له والله احنا عندنا في الاتجاه ده 7 فاي 16. ده في فين؟ في البوتوم. عندنا واحدة كمان شبهها، إذا كان عندنا كمان في التوب بنحط كمان في التوب، لو كانوا في الاتجاهين بنحط في الاتجاهين بس، وهكذا. تبدأ تمشي على الدروينج بتاعك جزء جزء وتشوف التسليح بتاعك هتطبقه ازاي بنفس الطريقة. اي اكسترا بار ريبار عندك هتبدأ تحطه بنفس الطريقة بالثيكنس صفر. نفس الكلام اللي قلناه على التكرار، موضوع الادوار. لو كانت الادوار دي صحيح بالنسبة لك على الدروينج، الدورين اول دورين دول اللي هو لحد الميزانين شبه بعض بالظبط، خلي رقم 2 زي ما هو واعمل حساباتك كلها انها متكررة لدور واحد. لو كان عندك الادوار مختلفة او كل سلابة غير التانية، بتخلي له رقم واحد بس، تمام، وتبدأ تحط التكرار هنا. مهمة جدا الخطوة دي، لان لو ما خدتش بالك منها ممكن تدي لك كميات مضاعفة او اقل على الفاضي، تمام. نفس اللي عملته هنا في الادوار تل ميزانين اور بوديوم فلور، بتبدأ تعمل نفس الموضوع في الأدوار التيبيكال، ونفس الكلام اللي قلناه على عدد الأدوار ما ننساهوش. وبعدين نفس الكلام بنعمله على السلابات بتاعة الروف. عندنا كمان زي ما قلنا عدد كبير من السلابات أو من التايبس تقدر تشتغل عليها، عندنا لحد 152 نوع. لو الأشكال بتاعة السلابات مش منتظمة قلنا هنعمل ايه؟ هنحسب المساحة ونفترض العرض الكومن الشائع ونحسب على اساسه الطول ونحطه. لو الشكل منتظم بتحط طول في عرض مباشرة. لو عندك ثيكنس مختلفة من مكان لمكان بتحسب الثيكنس، كل ثيكنس ليه كأنه سلابة مختلفة، تبدأ تحط ثيكنس بناء على مقاس السلابة الخاصة بالثيكنس ده، وتحط التسليح بتاعها بالتفصيل بعد كده. هيبقى بقلنا بس البارابيت واحنا اتكلمنا عليه مع الوولز، عرفنا ازاي تدخل
مقاسات البرابت. زي ان احنا عندنا هنا في الديزاين بتاعنا البرابت بتاعنا عبارة عن، طبعا هو محوط المبنى كله، البرابت بتاعنا هنا عبارة عن نوعين من البرابت، سيكشن سي سي وسيكشن بي بي. سيكشن سي سي كأنها وول، طبعا اللينس بتاعها اللي هو ده كله وده كله، ان هما الاتنين نفس البرابت، فبتحسب الطول بتاعه. الطول بتاعه تقريبا هنا 20 متر، متر وهنا 20 متر، يعني تقريبا 40 متر. تمام، ارتفاعه ده 3 متر، دخل 3 متر. الجزء ده تقدر تزوده برضو من ضمن الطول، لو خدته بشكل حتى متوسط 3 متر دي ممكن تخليها 3 متر 20 او 3 متر 30، او تاخد المساحة دي، المسافة دي تزودها كأنها مزايدة فوق بشكل حتى متوسط. لو بتحسب مساحتها مظبوط وتبدأ تعوض تثبت العرض وتزود فيه الطول من فوق، اظن الكلام سهل وواضح. وتحط الثيكنس بتاعك وتعتبرها كأنها وول او سلابه زي ما اتفقنا قبل كده. الشغل هو طبعا مفيش هنا بوتوم وتوب، لكن بنفترض كأن في ناحيه توب وناحيه بوتوم اللي هي الداخلي والخارجي، وبتدخل الريفورسمنت للاتجاه الطويل والريفورسمنت للاتجاه القصير، كأنك بالظبط شغال على سلابه او على وول عاديه. نفس الحكايه بالنسبه لشكل البرابط التاني اللي هو في الاتجاهين التانيين، الاتجاه ده والاتجاه ده اللي هو السكشن بتاعه بي، تحط برضو الطول وتحط ارتفاعه اللي هنا 5 متر، والثيكنس بتاعه والتسليح بنفس الطريقة. كل الداتا دي هو بيجمعها لك وبيدخلها لك على الداتا بيز الرئيسية، وبيبدأ يشتغل لك باقي اسبكت المشروع بالكامل. بكده احنا نعتبر خلصنا الكوانت سيرفينج للاستراكشر اليمنت للمشروع بالكامل. عرفنا ازاي ندخل الداتا الخاصه بالسب ستراكشر والداتا الخاصه بالسوبر ستراكشر لكل المشروع. بنبدا على المشروع وندخل جزء جزء لحد ما نخلص، وبالتالي بعد ما نخلص كل الداتا دي هيطلع لك داتا كامله لكل ستراكشر المشروع، هينقلها لك بعد كده لكل اسبكت المشروع زي ما هنشوف بعد كده. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنبدا نتكلم على البريكس او ازاي نحسب الماسونري بتاع المشروع، وكمان نبدا في الفينيشنج وورك. اشوفكم الحلقه الجايه والى اللقاء. السلام عليكم.